تحت مظلة التحالف الوطني تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية لأهالي الزقازيق بالشرقية ضمن مبادرة عينيك فعنينا. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية موسعة لأهالي قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية للكشف عن أمراض العيون ضمن مبادرة عينيك في عينينا للحد من مسببات العمى. النهاردة التحالف الوطني ومن خلال صناع الخير وبالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية موجودين بمبادرة عينيك في عينينا في قرية الغار مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. النهاردة القافلة رقم 2112 التحالف الوطني ومن خلال صناع الخير وبالتعاون مع أوركيديا بنحتفل بتخطي عتبة 1,000,000 مواطن مستفيد من مبادرة عينيك في عينينا. بننزل القرية طبعا على حسب برضو مساحة عدد سكانها وكده ومساحتها، بنختار القرى اللي هي الأشد فقرا، بننزل نعمل كشف طبي ومسح شامل في كل سكان القرية. أكيد من الأكبر إن العمليات كلها بتبقى مجانية، سواء مثلا محتاجين مثلا عمليات في القانية أو عمليات في الشبكية سواء حقن أو كده أو عمليات المية البيضاء أو عمليات الحول، أيا كان العمليات المريض محتاجها بيتم إجراءها بشكل مجاني بالكامل. إحنا في الفترة الأخيرة هنا لقينا بعض الأهالي بتعاني من مشاكل في العيون بكثرة، فتواصلنا مع مؤسسة الخير من خلال المهندس مصطفى زمزم، والراجل لبى النداء ولبى طلب أهالي القرية، وحضرت القافلة النهاردة بكامل الطقم بتاعها. بناخد الحالة، بتخش من الأول بداية تسجل تذكرة، رقم تليفون، البطاقة، تخش نفحص الحالة بالكشف حضرتك، واللي ليه نظارة بتتعمل له نظارة، اللي ليه علاج بياخد علاجه. كشفنا والحمد لله، ولا خدوا فلوس ولا خدوا أي حاجة من، وشافوا عيني وكل حاجة. أجيت النهاردة فصل النظارة ومجانا من غير حاجة خالص، صورة البطاقة بس، وعمل نظارة عشان عيني، وربنا يخلي كل اللي بيمشوا في القير. مبادرة عينيك في عينينا هي جزء من الجهود المتنوعة التي يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لرفع مستوى الرعاية الصحية للمصريين خصوصا في القرى الأكثر احتياجاً.